بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على طب القلوب سيدنا مولانا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن الصحابة المنتجبين. الشعوب الحية في كل مكان تناضل من أجل الحرية، من أجل المساواة، من أجل العدل، من أجل ازدهار بلدانها، التقدم والحضارة، من أجل هذه القيم الجميلة، قيم إنسانية ترتقي بالإنسان بكل مناحي الحياة. مطالب الشعوب الحرية، الديمقراطية، الحوار بين الحاكم والمحكوم، هذه غائبة، غائبة عن الأجندة العربية، غائبة عن عالمنا العربي، موجودة في كل مكان في العالم، في كل مكان عدا العالم العربي. نعم، هناك ثورات مباركة قامت، الثورة المصرية، الثورة اليمنية، الثورة السورية، كل مكان في العالم العربي هناك ثورات مباركة، ولكن تم احتكار هذه الثورات من قبل حزب معين، الحزب الواحد، الحاكم الواحد، وهذه مشكلة هذه الثورات وإخفاقات هذه الثورة. الثورة صوت الشعب، الثورة صوت الإنسان، الثورة صوت العدالة، صوت الديمقراطية، صوت المساواة، صوت العدل. جاء هذا الصوت بعد حكم الملكية، الملكية التي جاءت بها بريطانيا إلى المنطقة. الملكية كان حكماً ظالماً على الشعوب العربية، سرق مقدرات الشعوب وأعطاها إلى الملك وحاشية الملك، كان ظلماً حقيقياً. ولكن هناك أحرار في العالم العربي دافعوا، ناضلوا، ثاروا، هذا هو صوت الشعب، ثاروا لإسقاط هذه الملكيات الظالمة التي جاءت على الدبابة البريطانية. نعم، هذا هو صوت العربي، هذا هو صوت الأحرار في كل مكان. لا أقول عربي، هذا هو صوت الحر، أي إنسان حر يكون صوته صوت الثورة، صوت الإنسان الحر هو صوت الثورة. الثورة في كل مكان في العالم، أي شعب واعي، أي شعب لديه ذرة من الحياة، أي شعب لديه ذرة من الإحساس ينتفض على أي إنسان يسطو على كينونته، يسطو على إحساسه، يسطو على عقله، يسطو على مقدرات بلده. هذه الوطنية الحقيقية عندما أثور، نعم أثور على كل مستبد، أثور على كل جبار، أثور على كل طاغية، أثور على أي إنسان يحتكر مقدرات بلدي ويهديها إلى حاشيته. نعم، الأرض ملك الله، الأرض ملك الشعوب، الأرض ملك كل إنسان، من حق أي إنسان عربي أو غير عربي، أي إنسان، أي مواطن يحيا في أي أرض في العالم أن يتنعم بخيرات بلده، أن يحيا في بلده بأمن وأمان وعدالة. هذا هو الصوت، لذلك سميت الثورات جمهوريات، الجمهورية المصرية، الجمهورية العراقية، الجمهورية اليمنية، الجمهوريات في كل مكان. حكم الشعب للشعب، هذه هي الجمهورية، هذا هو الحق، هذا هو الصوت اليوم الغائب عن بعض الدول العربية. لذلك بعض الأنظمة العربية اليوم تتضجر من قضية الديمقراطية، تخاف من شبح الديمقراطية، تريد ملكية، تريد استعباد الشعوب. هذه مشكلة الأنظمة العربية اليوم، الأنظمة العربية، بعض الأنظمة العربية اليوم تمارس نفس الدكتاتورية، نفس الاستبداد، نفس الاستعباد وإذلال الشعوب، تأخذ نفس النمط الملكي القديم، تأخذ أموال الشعب، تسرق قوت الشعب، تسرق كل مقدرات الشعب، يكون للأسرة الحاكمة ولحاشية الأسرة الحاكمة. مشكلة حقيقية، أي إذلال. لذلك هذه الأنظمة تخاف، ترتعد من الديمقراطية، تخاف من الكلمة، تخاف من أي إنسان ثائر، تخاف من أي صوت. لذلك تشن حملات كبيرة جدا إعلامية وفكرية، وتحرض أيضا رجال المنابر على أي إنسان ثائر، على أي ثورة، على أي كلمة، على أي إنسان يريد الإصلاح. هذا هو الصوت، هذا الصوت، صوت الثائر، صوت الشعب. ماذا يريد الشعب؟ ماذا يريد الثائر؟ يريد العدل، اعطونا عدل، اعطونا مساواة، اعطونا قيمة للإنسان. الإنسان ليس عبدا لأحد، الإنسان عبدا لله عز وجل، هذا هو الإنسان الحر، هذا هو الإنسان الثائر، ولا يكون الإنسان أيضا عبدا لهواه. هذه مشكلة اليوم، ما يسمى الرابي العربي، صار الإنسان عبداً لهواه، لا يكون الإنسان يبحث عن الحرية والمساواة والديمقراطية، ويبحث عن الازدهار لبلده، يدمر بلده بحجة الديمقراطية، يدمر بلده بحجة التعديل والتغيير. أي تغيير نظام وأنت تقتل شعبك، كارثة إنسانية ستكون وصمة بحقك وحق كل إنسان يرفع السلاح أمام أبناء وطنه. هذه مشكلة العالم العربي. إذن نرجع إلى الموضوع، الشعب، ماذا يريد الشعب؟ الجمهوريات قامت من أجل الشعب، الجمهوريات جاءت لكي تنهي قضية الإقطاعية والملكية والزعامة. الرئيس أو الملك
أو الزعيم أو الأمير، هو موظف للحكومة، هو إنسان خادم للشعب واقع الحال، يستمع إلى الشعب، ينزل إلى الشعب، يكون صوتاً للشعب، يكون أباً للشعب، هذا هو الرئيس. أي إنسان، أي زعيم يريد فعلاً أن يكون زعيماً على القلوب، يكون زعيماً يستحق التقدير والاحترام، ينزل إلى الشعب، ينزل إلى الشارع، يكون صدى لصوت الشارع، يكون صدى لمطالب الشارع، يستمع، لا يكون مستبداً وجباراً على شعبه ويكون عبداً ذليلاً لبريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اللوبي الصهيوني. الرئيس، الملك، الزعيم هو رمز لي ورمز لك ورمز لكل إنسان. لذلك نريد العزة في أوطاننا عندما نقرأ التاريخ، نقرأ التاريخ بتجردنا، نقرأ التاريخ بعصبيتنا العربية والقومية والدينية. العقل العربي مأزوم، لا يستطيع أن يقرأ الآخر إلا بأيديولوجية معينة، لا يستطيع أن يقرأ الآخر إلا بطائفية، إلا بحزبية، هذه مشكلة. لذلك لم نستفد أبدا من قراءتنا للتاريخ، نقرأ التاريخ بطريقة نرجسية كأن نحن على الحق. أي حق؟ أين الشعب العربي؟ أين الأمة العربية؟ الأمة العربية في ذيل الأمم. هناك شخصيات في كل العالم، شخصيات رائعة، نماذج رائعة. على سبيل المثال نأخذ غاندي، هذا الرجل المناضل، هذا الرجل الكبير، ناضل بالحب، ناضل بالسلام، ناضل بالكلمة، ناضل لتوحيد الهند. لم تجره أبداً الطائفية، لم تجره أبداً الحزبية. ماذا قال عندما رأى هذا الاصطدام ما بين المسلمين والهندوس؟ قال غاندي: قطعوا أوصالي ولكن لا تقطعوا الهند. نعم، هكذا يكون قلب الزعيم الحقيقي. هذا هو الزعيم، هذا هو الزعيم عندما يكون الزعيم فعلا قلب على الوطن، قلب على الوحدة، قلب على الإنسان، لا يقول هذا الإنسان ليس من ديني، يكون زعيما حقيقيا، زعيما روحيا، بفكرة، في نضالة، بمشروع الإنساني، بمشروع الفكري. هكذا تكون الزعامة. مانديلا أيضا، مانديلا ماذا صنع مانديلا؟ كيف استطاع هذا الإنسان أن يحارب العنصرية؟ نعم، حارب وكافح العنصرية بهذا التسامح، بهذا الرقي، بهذا الانفتاح. السر في غاندي، السر في مانديلا هو الوعي، انفتاح قراءة الآخر. تأمل، ما هي المشتركات بيني اليوم وبين أهل الصين؟ ما هي المشتركات بيني وأهل الهند؟ ما هي المشتركات بيني وبين الأتراك؟ ما هي المشتركات بيني وبين أي إنسان في العالم؟ العدالة، المساواة، الديمقراطية، الإنسانية، هذه المشتركات، فلنفعل هذه المشتركات. مشكلة الجمهوريات العربية تحديداً فشلت في بعض المواطن لعدة أسباب. السبب الرئيسي هي ديكتاتورية الحزب الواحد، والمشكلة الثانية أيضاً عندما يرى الشعب والإعلام يروج للزعيم الواحد. الزعيم ربما يحمل مشروعاً فكرياً نهضوياً، الوحدة كمشروع جمال عبد الناصر. مشروع الوحدة العربية لم يكن مشروع جمال عبد الناصر، مشروع كل الأمة العربية. نعم، بعد الاستعمار الفرنسي والإيطالي والبريطاني كلنا ينشد الوحدة العربية، تمنينا الوحدة العربية، رأينا الوحدة العربية بعين جمال عبد الناصر، نتمنى. ولكن ما المشكلة في قضية جمال عبد الناصر والوحدة العربية؟ الاستراتيجية المشكلة الثانية، حاشية جمال عبد الناصر المشكلة الثالثة، أيضاً الأنظمة العربية المتخلفة التي تواطأت على قضية الوحدة العربية. ذلك عندما تم تصفية جمال عبد الناصر بطريقة أو بأخرى، كما قيل برحيل جمال عبد الناصر عن دنيانا، مات المشروع. إذن المشكلة كانت في جمال عبد الناصر. لو كانت هناك رؤية استراتيجية واضحة للنظام المصري أنذاك ومشت عليه كل الأنظمة العربية لنهضنا، لكان المشروع العربي اليوم فعلا مشروع وحدة عربية. ولكن ماتت الوحدة العربية بموت جمال عبد الناصر. فشل مشروع الوحدة العربية، فشلت مشاريع الأمة، فشلت أغلب الجمهوريات من الداخل، فشلت اقتصاديا، فشلت فكريا، ربما تكون تفوقت عسكريا أو في مناحي أخرى، ولكن المشكلة الحقيقية في هذه النقطة. هنا النقد، هنا النقد من باب التعديل. Por nosotros en la lucha.
الصوري باتريا ومرض ليس رم. فشلت الجمهوريات فشلا ذريعا في كل العالم العربي عندما صار الحكم حكما دكتاتوريا، حكم الحزب الواحد مشكلة حقيقية، هذه المشكلة. ولكن عندما نقرأ على سبيل المثال يوم التجربة الكوبية، عندما نذهب إلى كوبا، عندما نذهب إلى هذه الدولة، ربما تكون قواسم مشتركة بين الشعب الكوبي والشعوب العربية هي رفضها للدكتاتوريات، الهيمنة الأمريكية، الإمبريالية الأمريكية، الرأسمالية الأمريكية. الشعب الكوبي كان يتذمر من الحكومة، من الاستبداد، من الفساد. هذه الثورة كانت ثورة حقيقية. الثورة بدأت من الشعب، بدأت من المزارع، بدأت من الإنسان البسيط. نريد أن نقرأ في تاريخ كوبا قراءة خاطفة على عجالة، نقرأ المشتركات كما قلت في البداية، المشتركات ما يجمع اليوم كل الشعوب، كل أحرار العالم، كل الثوار، هو صوت العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية. الثورة الكوبية مدرسة حقيقية. أتمنى من الشعب العربي اليوم أن يلتفت، أن يقرأ هذه التجربة الجميلة، كيف استطاعت هذه الجمهورية أن تقف في وجه أقوى قوة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، كيف استطاعت أن تصنع التحالفات مع الاتحاد السوفيتي، كيف استطاعت أن تحافظ على قوام الثورة. الشعب يثور عندما يريد الحرية، الشعب يثور عندما يريد الاستقلال. ثار الشعب الكوبي، الثورة الكوبية كانت من أجل الاستقلال، الاستقلال السياسي والاستقلال الاقتصادي والاستقلال الفكري والهوية. الهوية هذا سر التفات الشعب الكوبي لكاسترو. الثورة عندما رأوا مشروعا حقيقيا، مشروعا تنمويا، مشروعا يخدم البلاد ويخدم العباد، التف الناس، كل الناس حول الزعيم كاسترو، لأنه كان يحمل مشروع الشعب الكوبي. الاشتراكية أي العدل، الاشتراكية أي المساواة، المساواة الاجتماعية والاقتصادية، هذه الاشتراكية، هذا ما يفهم الاشتراكيون عندما يقولون نريد الاشتراكية. صوت الشعب كان صوت كاسترو، لذلك الكل التف حول هذا المشروع، هذه الرؤية الواضحة، هذه الشفافية بين السلطة والشعب. كان شفافا، نعم قدم رؤية، قدم استراتيجية. كان عندما يقدم نفسه كمناضل بأي محفل سياسي دولي على الصعيد الدبلوماسي وأيضا العسكري، كان يشرف بلده، كان سفيرا هذا الزعيم لبلده، كان سفيرا بعزة بلده، بالشموخ الكوبي، بالأنفة الكوبية. نعم هكذا نريد زعماء، زعماء عرب حقيقيين، زعماء يستشعرون بآلام العرب، يستشعرون بآلام الشعوب العربية. نكون نحن كشعوب عربية خلف أي زعيم يبحث عن العزة لشعبه، يبحث عن العزة والكرامة، يبحث عن الأمن والأمان لمواطنه. نعم نلتف حوله بكل حب، بكل حب نلتف حوله. هذه الزعامة نقرأها بالثورة الكوبية، ثورة شعب، ثورة وعي. هذا الشعب عندما يكون واعياً، وتكون أيضاً القيادة العسكرية، لا نقول فقط استعراضاً عسكرياً ولباساً ونياشين، لا، نتكلم عن رؤية حقيقية. عندما يرتدي كاسترو أو جيفارا يرتدي البدلة الكوبية العسكرية، أي أنا موجود، أنا مستعد، أنا أناضل من أجل وطني، أنا أناضل من أجل موطني. هذه العزة، هذه العزة الكوبية. نعم تحدى الولايات المتحدة الأمريكية، تحدها اقتصاديا دبلوماسيا. يكفي بأنه كان الحاضن وكان حامي حما كوبا من أي خطط إمبريالي أمريكي على المنطقة. استقل ونهض، واليوم كوبا علامة فارقة بين الأمم، كل الأمم. La victoria siempre. كيف استطاعت الثورة الكوبية أن تنجح بوعي الثوار؟ من الثوار؟ عندما أتكلم على سبيل المثال عن كاسترو، هذه القامة الكبيرة، هذا العملاق كما يسميه أصحابه، العملاق، هذا الرجل الثائر، هذا الإنسان بملامح الكوبية، ببزته العسكرية، بلباسه، بكل تفاصيل حياته، هذا الرجل باختصار يمثل الصوت الكوبي، الشخصية الكوبية. هذا الإنسان، هذا إنسان ابن مزارع بسيط جدا، هذا ابن الثورة، ابن الشعب الكوبي. كيف استطاع كاسترو أن يتحول إلى مناضل؟ الكل
كان ينظر إلى كاسترو هذا المناضل، هذا الشاب في كلية الحقوق، كيف كان مناضلا، كيف كان يصطدم مع الحكومة، كيف كان يقول كلمة الحق. الجميل بهذه الشخصية بأن أبدا لم يلتفت إلى ذاته، أسس زملاء أقرانة على النضال، أسسهم على فكرة الاستراتيجية بالاجتماعات، كل اجتماعات. من يقرأ في تاريخ كوبا ويقرأ كيف كان كاسترو يتعامل في محاضره وفي اجتماعاته، كيف كان يتعامل بطريقة التفكير الجمعي، لم يفكر في ذاته. نعم هو رمز لكوبا، ولكن هذا الرجل استطاع أن يجعله خلفا من بعده. هذه الشخصية الجميلة الفذة كيف استطاع أن يصنع ثورة بالوعي، استطاع أن يصنع الثورة في كوبا بالوعي. لم يكتفي فقط بأن نثور على الظلم والاستبداد، إنما جاء بمشروع استفاد من هذه الثورة الطبيعية. لذلك كانت الولايات المتحدة الأمريكية ترتعد، حاولت بشتى الطرق بالمؤامرات، بالدسائس، بشراء بعض الذمم كما تفعل اليوم في عالمنا العربي، تشتري بعض الأنظمة والذمم العربية كي ينقلبوا على شعوبهم. مشكلة حقيقية، هذا الأمر ليس غريبا على الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا كانت تراقب الوضع. هذا الشاب، هذا الإنسان ورفاقه، عندما جاءوا بعد انقلابات، كذا انقلاب فاشل، جاء كاسترو بحركة 26 يناير، جاء مع جيفارا وزملاء، جاءوا بمشروع لم تكن حركة انقلابية عسكرية فقط، إنما جاءوا بمشروع وطن بحرية بعدالة وبمساواة. قالها مرارا وتكرارا كاسترو على الطريقة الليلينية، على الطريقة الاشتراكية. نعم كان شيوعيا وتبنى الفكر الشيوعي، هذا هو كاسترو. الثورة جاءت من أجل الناس، من أجل المستضعف، من أجل كل إنسان. وقالها كاسترو أكثر مرة، أنا مع المستضعف، أنا مع كل إنسان مظلوم. هذه حقيقة الثورات، هذه حقيقة الجمهوريات، عندما يكون الزعيم ابن الشعب ويكون للشعب، لا يكون فقط ابن الشعب عندما يرشح للانتخابات، ينزل إلى الشارع عندما تكون هناك انتخابات وحملة انتخابية، يكون الإنسان متواضعا وينزل ويستمع إلى آراء الناس. لا، الحاكم الحقيقي لا يغلق بابه، الحاكم الحقيقي ينزل إلى الشارع، يستمع إلى آلام الناس وإلى مشاكل الناس، هذا هو الزعيم الحقيقي. هذه الثورة الكوبية تجربة رائدة تفوقت على كل التجارب العربية، لم ترتقي أي تجربة عربية إلى ما وصل إليه كاسترو. بالمناسبة شخصيات عربية تأثرت بالفكرة الكوبية، كل الشخصيات العربية. الزعيم جمال عبد الناصر تأثر جدا بالحركة الكوبية، بالثورة الكوبية. العقيد معمر قذافي تأثر تأثرا كبيرا بالحركة الكوبية، وياسر عرفات وصدام حسين. أغلب الشخصيات العربية الجمهورية تأثرت تأثرا واضحا ومباشرا مع الثورة الكوبية. حتى في اللباس، اللباس العسكري الذي كان يرتديه كاسترو ويرتدي جيفارا يرمز إلى النضال، يرمز إلى الثورة. الثورة لا تنتهي مجرد وصول الحاكم إلى السلطة، الثورة لا تنتهي، الثورة تبدأ إذا وصل الحاكم إلى السلطة. كيف يقاسم الشعب السلطة؟ كيف يحول هذه الثورة، هذه الطاقة الحقيقية بالثورة، يحول هذه الطاقة الجميلة والثورة الحقيقية إلى مشاريع حقيقية، مشاريع اقتصادية، مشاريع تنموية. نهضت كوبا رغم كل الحصار والمؤامرات الأمريكية على كوبا في ذاك الزمان، في الخمسينيات وفي الستينيات وفي السبعينيات. أيضا عندما هددت الولايات المتحدة الأمريكية وفرضت حصارا بحريا على كوبا، عندما صار الاتفاق العسكري بين الاتحاد السوفيتي وكوبا، وكان هناك شرخا بين جيفارا وكاسترو، أيضا رغم كل ذلك لم تستطع الولايات المتحدة أن تكسر هيبة الشعب الكوبي وتكسر من هيبة الزعيم الحقيقي. اليوم يتوددون لكوبا، هذه كوبا كاسترو صنع دولة، صنع مجدا، صنع شعبا، صنع عزة، صنع ثورة، صنع اقتصادا قويا، صنع دولة حقيقية. بعد هذه السنوات الطوال رضخت الولايات المتحدة، وزار الرئيس الأمريكي باراك أوباما كوبا أخيرا، والتقى بالرئيس راؤول كاسترو، التقى به في مؤتمر صحفي كبير حضره الجميع، وكان لقاء تاريخيا. جاء أوباما بحركة ذكية جدا، وأراد أن يضع يده على كتف راؤول الرئيس الكوبي. ماذا صنع؟ بثانية، لأنه يقرأ لغة الجسد، بثانية أنزل يد أوباما. هذه العزة الكوبية، انظر كيف هذا الرجل العسكري، هذه البديهة، هذا الذكاء،
أمام شاشة التلفزة، أمام الكاميرات، أمام الصحافة، أمام الرأي العام، يريد العزة والكرامة لبلده. يفهم بأن رمز لم يقبل هذه الحركة المتعمدة من الرئيس باراك أوباما، وكيف الرئيس الأمريكي أحرج أمام الصحافة العالمية، أحرج هذه العزة، هذا الذكاء، أيضاً البديهة جميلة حضرت بهذه الشخصية الكوبية العظيمة. دوام الحال من المحال، التغيير سنة طبيعية في العالم، لا يوجد زعيم مخلد في هذه الحياة، كل إنسان سائر في هذه الحياة. الزعيم الحقيقي من يهتم في أمور شعبه. ولنا في القرآن أسوة، القرآن الكريم جميل عندما يستنهض العقل، عندما أقرأ قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما يعنيني بهذه الآية الناس؟ من يكون واعيا، من يقرأ الآخر. أنا في هذه الحلقة لا أتكلم أمجد بالفكر الشيوعي أو أسوق الفكر الليليني، أنا أتكلم تجربة بشرية. هذه تجربة يجب على الفرد المسلم أن يتخلص من عقدة أنا لا أقرأ لفلان لأن هذا فلان على غير مذهبي. اقرأ كيف سادت هذه الحكومات وكيف بادت، اقرأ كيف نهضت هذه الأمة وكيف سقطت تلك الأمة، اقرأ للجميع، انهض مع الجميع، انفعل مع الجميع. هذه التجارب البشرية، إذا فعلا أردنا نهضة للأمة العربية ونهضة للأمة الإسلامية، ونقول نحن عرب ونعتز بعروبتنا حقا، ونعتز بإسلامنا، ونعتز قبل ذلك بإنسانيتنا، علينا أن نقرأ. هذه ليست حكاية أو قصة للترف، نتكلم اليوم بقصة فلان وقصة فلان، لا لا، هذه للعظة، هذه للعظة لعقول لأولي الألباب. هذه القصص وهذه التجارب البشرية كي نستعيد ثقتنا بأنفسنا، كي تكون لنا عزة وكرامة. هذه تجارب، نعم هناك سرقات لمقدرات الشعوب العربية. الزعامة الحقيقية عندما يكون الزعيم ابن الشعب، الزعامة الحقيقية عندما يكون الزعيم هو صوت للشعب وابن الشعب، كما كان الزعيم جمال عبد الناصر، كما كان بعض الزعماء حتى بالسمرة العربية يشبه الشعب العربي، يشبه النيل، يشبه التراب العربي. نعم نحتاج زعامة عربية حقيقية غير مطبعة وغير مطبلة.